وهنا برفقة أحد زملاء المعلقين. متواصلين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، شوطنا العاشر ينطلق ويسير ضمن انطلاقات أشواطنا العامة في هذا اليوم وفي هذه الفترة الصباحية. بين بإذن الله تعالى وبمشيئته سيكون موعدنا بإذن الله في مساء هذا اليوم مع أشواطنا المفتوحة، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر هذا اليوم ستكون انطلاقة أول أشواط المساء وأول أشواط هذا المساء في هذه الأمسية التراثية بإذن الله تعالى المميزة. على كل حال نتابع أشواطنا العامة في فترتنا الصباحية، وهذا شوطنا العاشر مخصص للزمول، ونتعرف وإياكم على مقدمة هذا الشوط. والمركز الأول شاهين لسالم بن جار الله بن سالم المكسور المري، من يحتل المركز الأول والمقدمة، بينما يليه على المركز الثاني السعر لسعيد بن راشد بن عبيد آل مريزيق المري، من يتواجد على المركز الثاني. نتابع وإياكم المركز الثالث الشيب تعود ملكيته لراشد بن علي بن دلوان المري مع الشيب، ولكن هنا دخول وتغيير على المركز الثالث من قبل شاهين لحمد بن متعب المنخس المري. شاهين من غير من المركز الرابع إلى المركز الثالث ومن المركز الثالث إلى ثاني المراكز. نتابع المركز الخامس التواجد من شاهين لعبد الله بن سعيد ألف هيدان المري، من غير في هذه اللحظات إلى رابع المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط، ومن يقود المسار شاهين لسالم بن جار الله المكسور، من يحتل المركز الأول ويسيطر على المقدمة، ولكن هنا حوار ثلاثي أيها الإخوة مع مقدمة هذا الشوط وافتكاك المقدمة في هذه اللحظة من شعار بن فهيدان. في هذه اللحظات متعب بن عبد الله بن فهو عبد الله بن سعيد آل فهيدان المري، من غير في هذه اللحظة مع شاهين عبد الله بن سعيد آل فهيدان المري، غير مجريات هذا الشوط وانتقل بدوره إلى المركز الأول، بينما يليه على المركز الثاني شعار منخس حمد بن متعب النخس المري مع شاهين. ومع انطلاقة شاهين في هذه اللحظات نتابع وإياكم المركز الثالث. المركز الثالث يتراجع في هذه اللحظة شاهين لسالم بن جار الله المكسور، وعلى المركز الرابع يتواجد على المركز الرابع في هذه اللحظات السعر لسعيد بن راشد آل مريزيق المري، من يتواجد على المركز الرابع، بينما يصل على المركز الخامس الشيب لراشد بن علي بن دلوان المري. هذه نتيجتنا للمرة الثانية للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى قيادة هذا الشوط وإلى هذه الريادة وإلى المقدمة، من يريدها الجميع من هؤلاء المشاركين. الكل من يشارك معنا في هذا الشوط وفي جميع الأشواط يريد المركز الأول ويريد المقدمة دائما وأبدا، لأن الناموس، كلمة الناموس أيضا لها ميزتها عند ملاك الهجن وعند محبين هذه الرياضة. أيضا الكل يبحث عن هذه الكلمة المميزة والمتميزة. على كل حال نتابع وإياكم شعار بن فهيدان مع شاهين، وعلى انطلاقة شاهين عبد الله بن سعيد الفهيدان المري مع المركز الأول ومع تصدر هذه المجموعة، بينما يليه على المركز الثاني شاهين حمد بن متعب المنخس المري، من يتواجد على المركز الثاني، بينما يصل على المركز الثالث التواجد من شاهين لسالم بن جار الله المكسور. نتابع رابعا ومن يصلنا على المركز الرابع السعر لسعيد بن راشد بن عبيد آل مريزيق المري، من يتواجد على المركز الرابع، بينما يصل الشيب على المركز الخامس. الشيب من يحتل المركز الخامس تعود ملكيته لراشد بن علي بن دلوان
المري من يتواجد على المركز الخامس. أرى أسماء تقترب في هذه اللحظات من المراكز الخمسة الأولى المتقدمة، ولكن لم يحالفها الحظ حتى هذه اللحظة في عالم الإذاعة والنداء، ولكن ستشاهدونها بإذن الله تعالى في ندائنا القادم. أسماء قوية لم يحن موعد دخولها كما ذكرت. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الصدارة وإلى قيادة هذا الشوط. شاهين عبد الله بن سعيد ألف هيدان المري يتصدر هذه الجموع ويسيطر على المركز الأول وعلى المقدمة وعلى صدارة هذا الانطلاق. يا سلام، الله، هذا هو بن فيدان عبد الله بن سعيد ألف هيدان المري مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام. إذن هنا الصدارة مع شعار بن فيدان عبد الله بن سعيد ألف هيدان المري مع شاهين ومع انتصاف هذه المسافة، بينما يصل هنا شاهين كذلك. حمد بن متعب المنخس المري مع شاهين أيضا يتواجد هنا على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث شاهين آخر لسالم بن جار الله المكسور من يتواجد على المركز الثالث وعلى المركز الرابع. أول نداء للجوكر من يحتل المركز الرابع، سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. إذن مشاهدينا الكرام، هو من يحتل المركز الرابع، هذا هو الجوكر لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، بينما يليه على المركز الخامس يصلنا شكلان لسعيد بن عبيد بن الطيان المري. هذه نتيجتنا زميلي محمد بن بريك. نشاهد منافسة صعبة في جميع أشواط اليوم وفي هذا الشوط، ربما أيضا تكون المنافسة شاقة، ولكن ما رأيك في هذه المقدمة في هذه اللحظة؟ بالفعل حمد، المنافسات صعبة وحامية الوطيس في جميع أشواط اليوم ومقدمة الشوط. هنا شاهين لعبد الله بن سعيد بن فهيدان المري يرقص على صدارة الشوط ويقود المنطلقين، بينما المركز الثاني شاهين لحمد بن متعب المنخس المري، وتقدم ممتاز أيضا من هذا الشعار دور المركز الثالث شاهين لسالم بن جار الله بن فهيد المكسور، ورابع المراكز يصل هنا الله الجوكر. وصل الجوكر اللي يصلح في كل شوط وأيضا في كل مكان ومن كل المسافات، لذلك سماه بنوار الجوكر الجوكر الجوكر. على المركز الرابع والمركز الخامس، الله يصلكم هملول هملول هملول، صاحب انطلاقات قوية مع الشاعر والمضمر بخيت بن سالم بن خزينة، صاحب الكلمات المشهورة يا هل القعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه، هذه مركم في سرعة ما هو بريض لو تسوقون النظامة تلحقونه. هذا راعي الكلمات، ونبغي أبيات يا بن خزينة يا الشاعر في هملول، إن الله وفقه اليوم وفاز. عموما وعلى كل حال، هناك تسلل من الجانب الآخر، أحد الشعارات القوية شعار المكسور يتقدم إلى المركز الثالث المركز الرابع. هنا شعار سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي مع الجوكر، ولكن ديروا بالكم هنا هجوم وقدوم. أرى القادم أيضا 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 هنا هياض مبارك بن حمد بن مسر الشهواني، من فاز بنقطة في هذا اليوم وانتزع الشوط السابع مع هملولة، وأهدى السلامات بالتالي إلى أم العظام وإلى أهل أم العظام. أيضا هنا القدوم والوصول من المحيط عبيد بن حمودة بن زفنة الحرسوسي، تجمع رهيب وتجمع خطير، وأيضا الترشيح ضائع في هذا الشوط، وأيضا هذا الشوط يحير يا متابعين نخبة الزمول، عدد كبير كبير من الشعارات ومن السيارات ومن المتابعين يتواجدون في هذا الشوط، ولكن هذا الشوط قوي مشاهدينا الأعزاء، والأمور تغيرت الآن تغيرت مشاهدينا إلى عزاه. ما زال شاهين عبد الله بن سعيد بن فهيدان المري هو سيد الموقف ويتربع على عرش الصدارة وعلى ناموس الشوط. يا سلام، ولكن دير بالك يا بن فهيدان، أرى القادم شاهين سالم بن جار الله المكسور، المكسور قادم بقوة يا متابعين في هذا اليوم. المركز الثالث
المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء هياب مبارك بن حمد بن مسر الشهواني وهملول يصل لبخيت بن سالم بن خزينه ويليه على المركز الخامس شاهين حمد بن متعب المنخس، ولكن ما زالت الامور مع شاهين عبد الله بن سعيد بن فهيدان. يا بوي معركه حاميه الوطيس بالفعل بالفعل بالفعل، فحول المستقبل تتصارع الفحول تتصارع بنوك الانتاج هنا على ارضيات وعلى ساحات الميادين في هذا اليوم. يا سلام يا سلام، ما زال مشاهدينا الاعزاء شاهين عبد الله بن سعيد بن فهيدان هو سيد الموقف، ولكن شاهين لسالم بن جار الله المكسور ايضا خطير خطير، وايضا القدوم في هذه اللحظات ايها الاعزاء المحيط عبيد بن حموده بن زفنه الحرسوسي وهملول قادم، ايضا بخيت بن سالم بن خزينه. يواصل معكم زميلي حمد بالوصف التفصيلي لاحداث هذا الشوط الناريه، اليك الكلمه حمد. اذا مشاهدينا الكرام هذه المقدمه في هذه اللحظات مع شاهين. شاهين لا زال متصدرا هذه المجموعة ومتصدرا هذه الجموع. يا سلام حمد بن متعب المنخس، أو هنا شاهين من يحتل المركز الأول مع عبد الله بن سعيد ألف هيدان المري. عبد الله بن سعيد ألف هيدان المري مع شاهين ومع انطلاقة شاهين. يا سلام يا بن فهيدان، بن فهيدان مع الصدارة بدون أي تعليمات بدون أي أوامر. يا سلام أصحاب الزمول أراهم يقتربون ويصدرون التعليمات والأوامر، ولكن شاهين بن فهيدان، شاهين بن فهيدان مع المقدمة ومع المركز الأول عبد الله بن سعيد ألف هيدان المري مع شاهين ومع انطلاقة شاهين. على المركز الثاني هنا قدوم من هملول بخيت بن سالم بن خزينة المري، وعلى المركز الثالث أيضا يتواصل هنا شاهين لسالم بن جر الله المكسور. الله يا بن فهيدان، شاهين بن فهيدان أقلع مشاهدينا الكرام، قفل على الشوط شاهين. هذا هو شاهين وإنجازاته وتاريخه مشاهدينا الكرام. الله القدوم على المركز الثاني من المدير الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري على المركز الثاني، وهنا كذلك قدوم ووصول في هذه اللحظات من هجام راشد بن سالم بن دوحة المري على المركز الرابع. ولكن نعود إلى شاهين مع التقدم، شاهين مع الناموس. يا سلام شاهين حقيقة أتعب الزمول. شاهين هذا هو شاهين عبد الله بن سعيد ألف هيدان المري، ولكن بن دوحة قادم يا ابن فهيدان، بن دوحة الله. ولكن هذا الشارد البادي بن جميل بن علي الكتبي هنا على المركز الثاني، على المركز الثاني. يا سلام الله هذا الشارد شرد الشارد مشاهدينا الكرام، شرد الشارد بالناموس. تهانينا للبادي بن جميل بن علي الكتبي على هذا الناموس، وسلاماتنا وتحياتنا لأشقائنا في دولة الإمارات المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، يصل شاهين عبد الله بن سعيد ألف هيدان المري، وعلى المركز الثالث مشاهدينا الكرام يصل المدير للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري. المركز الرابع مشاهدينا الكرام يصل شاهين لسالم بن جار الله المكسور، وعلى المركز الخامس يصل على المركز الخامس هياض المبارك بن حمد بن مسفر الشهواني. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه لحظة وصول الشارد إلى خط النهاية قاطع عن مسافة 8 كيلو متر في زمن الغدرة 13 دقيقة 53 ثانية 48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للبادي بن جميل بن علي الكتبي على فوز الشارد وتحقيقه بالمركز الأول، وسلاماتنا لأشقائنا. بينما يصل على المركز الثاني يصل شاهين 13 دقيقة 55 ثانية 88 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد ألف هيدان المري على فوز شاهين بالمركز الثاني. المركز الثالث يصل المدير يقطع المسافة في 13 دقيقة
56 ثانية، 50 جزء من الثانية، الثانية موصولة.